منح الدرجات المعدل التراكمي السنوي أو الامتحان النهائي. حقيقة ارتأى المنتدى العراقي للنخب الكفاءات المتمثل بلجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي أن يرى أحقية المقايضة أو الكومبرمايز للاثنين، أي هناك رأي حتى نأخذ بعين الاعتبار الظرف الطارئ اللي تمر بها البشرية قاطبة وهي جائحة كورونا. رأينا باعتدال أنه يمنح نسبة 60% المعدل التراكمي و 40% للامتحان النهائي للحفاظ على المجهود الشخصي للطالب وإضافة للإعداد الذاتي للامتحان النهائي.